إجراءات الحجر الصحية. في إطار تدارس آليات وسبل تحسيس وتوعية المواطنين لاحترام تنفيذ إجراءات الحجر الصحي العام ولمعاضدة مجهود الدولة للتوقي من فيروس كورونا الجديد، انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية باجة بحضور ممثلي المنظمات الوطنية والجمعيات الناشطة بالجهة. ونحن اليوم موجودين في نعتبرها جلسة متابعة، ولكن نحن عبرنا داخل الجلسة هذه كاتحاد وكفلاحين اليوم اللي نحن مستعدين ومازلنا مستعدين لأن نقدموا للبلاد هذه، نقدموا لولايتنا من اجل ان شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحمي ولايه باجه. باجه بصفه خاصه قاعده في لجنه جهويه دائمه مفتوحه منعقده صباحا ومساء للتفاعل مع القرارات سواء كانت الوطنيه على مستوى اللي قاعده جينا من القياده المركزيه او على مستوى اللجنه الجهويه لموجبات الكوارث بولايه باجه. الجلسة كانت مناسبة للتأكيد على أهمية مزيد تنسيق الجهود في إطار اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وإدماج الجميع كل من موقعه وحسب إمكانياته في عملية التحسيس والتوعية وتفعيل القانون على المخالفين، حيث انطلقت عملية إغلاق عديد المحلات المخالفة والتنبيه على أصحابها وتحرير محاضر في الغرض. آخر المعطيات حتى 22 مارس 2020، عندنا توا في الحجر الصحي 181 في الحجر الصحي، حتى البارح خرجوا منهم 71. ال 71 هضم الحجر الصحي لبس عليهم الكل، معناتها ما ثماش لا وجود لاي اعراض معناتها لدى المواطنين هضم. بالنسبه ل 110 تو نوصلوا معهم الحجر، فهمتي هما كيف كيف لا وجود لاي اعراض، ما ثماش حتى واحد عنده اعراض، دونك هما في المراقبه الوقائيه وملتزمين. مقرر اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث اكد من جانبه الحرص على تنسيق الجهود ورفع درجات اليقظه والتاهب، خاصه وأن ولاية باجة لم تسجل إلى حد اليوم أي إصابة بفيروس كورونا الجديد. كنظام التنفيذي دورنا على كل المؤسسات تقريبا في المنطقة الصناعية في جهة باجة، على مستوى جهة باجة حتى على مستوى الاتحاد المحلي، أعطينا التوصيات للنقابات الأساسية باش يمشيوا ويراقبوا ويشوفوا وضع القطاع الخاص وعمالنا وعاملاتنا على مستوى الجهة. تكثيف الحملات التحسيسية للمواطنين لاحترام إجراءات الحجر الصحي العام ودعوة كافة الجمعيات الناشطة بالجهة لمعاضدة المجهودات الرامية للتوقي من انتشار فيروس كورونا الجديد والضرب على أيدي المحتكرين، قرارات من شأنها المساعدة على طمأنة المواطنين وتوفير الحد الأدنى من شروط السلامة لهم.